انا عايز قبل ما اختم معاك لازم، ما ينفعش يعني هيقولوا عليا ما موزيه مش شاطر، ما اسالكش عن حال المقاولين العرب. السنه دي الدنيا متلخبطه ليه؟ بقى شفت انا وصفتها لك بشكل سريع كده. ماشي يا كريم، انا هتستحملني بقى دقيقتين بقى يلا في الموضوع ده بقى، يلا. لان قبل كده كنت انا اتكلمت في الموضوع ده، ان المقاولين العرب لما الكابتن عماد النحاس جالنا كان جاينا في توقيت صعب جدا وتوقيت مش كويس، لكن كان في بدايه الدوري، كان 7 ماتشات بس او 8 ماتشات، جالنا في توقيت كنا اخر الدوري. اشتغل معانا بشكل نفسي كويس جدا، قدرنا نخرج من المأزق اللي كنا فيه، ونهينا الموسم ده 5 دوري. الموسم اللي بعده في بدايه السيزون قعدنا كلنا مع بعض كاداره وكلاعيبه، وكان ده الهدف مهندس محسن صلاح المهندس محمد عادل، ان التارجت بتاعنا عايزين نلعب كونفدراليه، عايزين نرجع المقاولين العرب لسابق عهده تاني. فكان ده كان هدف عندنا، وزي ما قلت لك طالما انت ليك طموح وعايز توصل له هتقدر توصل له، طالما كل الادوات موجوده، اداره جيده جدا مستقره موفره لنا كل شيء، مع جهاز فني محترم قريب جدا من اللعيبه بيتعامل معانا بشكل جيد جدا، قدرنا نحقق التارجت اللي كنا عايزينه، وحققنا الهدف اللي كنا عايزينه، ووصلنا للكونفدراليه. بعد الكونفدراليه خرجنا في تونس هناك في النجم الساحلي بسبب التحكيم، طبعا لكن رجعنا بقى. طبعا انا شايف ان التقصير كان من الجميع في التوقيت ده، كلنا دخلنا في نفق مظلم، اصابات كورونا عدد كبير جدا، بعد كده مشينا في الدوري بشكل وحش جدا، فضلنا ماشيين لحد نهايه السيزون بشكل وحش جدا، عروض كتير على الكابتن عماد النحاس، الراجل بدا يفكر في مستقبله، عايز يمشي، طبعا نقعد مع الكابتن عماد ونكلمه ان هو يقعد ويستقر، كل ده بيعمل خلخله كبيره جدا جوه التيم. كابتن عماد ماشي، لا كابتن عماد قاعد، لدرجه ان احنا انا قلت لك قبل كده كريم ان احنا رحنا البيت لكابتن عماد عشان يستمر مع الفريق، لكن هو كان الهدف في دماغه من بدري ان هو عايز يمشي عن الفريق. كل دي عملت لنا مشاكل. التوقيت الكابتن عماد لو مشي في نهايه السيزون اللي فات وبدا معانا الموسم ده الكابتن عوده، ما كناش هنواجه المشاكل اللي بنواجهها دلوقتي. انا للاسف الوقت خلص معايا، اوكي للاسف للاسف.